واحد من اللي كتبت الاصدقاء ديالي في هاد الريزو هذا ديال الانستغرام، قلت لهم الله يخليكم، اشنو هما الاسئله اللي بغيتو تطرحوا للاستاذ ياسين؟ واحد السؤال قالوا لي، ما عرفتش واش سمعتي بسيمو لايف، سي محمد بعبيت اللي اه كحل بس لي من هنا. من بعد كان سولني واحد الولد واحد المره، قلت له ودي ما تديش عليا الجهد ديالي، ما عرفش السيد سيمو لايف من الناس اللي كنحييهم، اللي خدموا في التجاره الالكترونيكيه وكيدير عمل جميل جدا، ولكن كاين واحد الخصام بينه وبين واحد الشخص اخر، امير رغيب، اللي هو محترف في هذا الشيء ديال لافورماتيك، وبيناتهم واحد الخصام اللي هو علني، وخصام من واحد الطرف امير رغيب كيخاصم، كانوا صحاب ودابا تخاصموا بجوج، وقالوا لي انا، قالوا لي اطلب الشيخ واش يقدر يدخل باش يصاحب هاد الاصدقاء اللي كانوا اصدقاء سيمو لايف. وانا كنسولك، انا ما كنقولش يدخل ولا ما يدخلش، انا ما هما سولوني، انا كنطرح لك السؤال. انا مش عليك، انا عارف خويا طارق، انا في حل الشكل ديالك انا يعني كاين شي تفاصيل ديال هادشي ديال لي ريزو سوسيو ما تلقانا ما كندخلوش ليهم، يعني لما جا شي واحد وقالهم لينا ما انا كنعرف امين رحيم ابا، ماشي شخصيا كنعرفه انه تحرك بزاف هادشي ديال السبورت تكنيك الى اخره، فعلا فعلا ومن بعد عرفت هذا الاخ هذا اللي يقول لي سيمون انستالي، هو قيل يمكن فلاشين يمكن ولا لا، شي في تايلاند، شي ولكن دابا كاين في المغرب، ولكن كاين واحد الخصام دابا كبير، والناس طلبوني قالوا لي قولها للشيخ. انني جوج ديال المسلمين يكون بيناتهم شي شويه ديال التشاش، واننا نسعوا في الصلح بيناتهم، اخويا الله يجعل هذا الاجر من نصيبنا، لكن بصراحة ما عمرني ما تواصل معايا شي واحد فيهم، لا الأخ سي محمد ولا الأخ أمين، يعني لو تواصل معايا فيهم شي واحد ويقول لك مثلا نديروا مثلا شي جلسة ولا واخا غير نتشافوا في الزوم ولا شي حاجة، ما لا الراس والعين مرحبا، ما الله يا ودي نصالحوا إصلاح ذات البين، هذا راه من قمة ديال الأجر، لكن أننا نمشي وأنتم غادي عند عباد الله، جي وأنتم مالكم خاصمين إلى آخره، أجي نصالحكم، اوكي. هذا هذاك لا هذا كيدخل في اطار انك غادي تلاحل شي شبوقات اللي ماشي ديالك انت، اول حاجه يا اما يقول لك شكون اللي قال لك حلال، وخصوصا هذا العالم هذا ما دخلوش انا بزاف، انا ما مخالطوش بزاف، فما عارفش نوعيه المشاكل اللي طاريه، واش بنادم عنده استعداد انه مثلا اذا كان مخاصم واش عنده استعداد انه يعاود يتصالح الى اخره، حتى هذا البرانسيب ديال نتناقروا مثلا في لي ريزو سوسيو هذا ما رابح فيه حتى واحد، كلاسات واش كيما عليه لا سر لا ملحه، هذا الواحد خصو يترفع على مسائل بحال هذا الشكل، احنا كلنا الغرض منا كي قلت يا خويا طارق في البدايه، الغرض منا اننا نخليو واحد لونبرانت بوزيتيف ونتوكلوا على الله ونمشيو، انني نوض نقول حق قال لا هذا دار لا ما دارش، ما عرفتش كتجيني ضياع الاعمار وضياع الاوقات والطاقه، وربما الناس اللي اذا كنت انت مثلا عندك ناس كثار متابعينك، ربما الناس اللي متابعينك في غنى على هاد المتاهات هذه، انا محتاجين والله ربما ان والله يا سياسين انا يا سياسين انا والله ما في حياتي داير واحد بحال داير واحد الدستور الحياه ديالي، اللي هو الا ما كنتش غنقول خير فالاصمت، لكن ما كنتش غنقول شي حاجه اللي فيها قيمه مضافه هذه اللهم عباده كنسكت. اخويا، هذه صح، عباده اخويا طارق، اترفع عباده عن عباده، الانسان كياخذ على الاجر، النبي عليه الصلاه والسلام قال لك من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، يعني مساله متعلقه بالايمان، يعني هذه عباده، يعني اذا كان الايمان مساله قلبيه هذا السلوك خاصه يبان، فقال لك من كان يؤمن بالله واليوم الاخر هذا السلوك فليقل خيرا او ليصمت، صافي. يعني احنا كنعبد الله بقول الكلام الطيب وكنعبد الله حتى بالصمت، اللي كيقول الهراج ميض، الا انت شديتي فمك عندك باش ما تقولش شي حاجه عوجه راه كتاخذ عليها صدقه، جا الصحابي قال لي يا رسول الله، قال لي دلني على ابواب الخير، قال لي تفعلوا كذا، قال لي الا ما لقيتش، والصحابه كانوا ديما كيمشيو مع النبي عليه الصلاه والسلام الاكستريم باش يخرجوا منه اقصى حاجه ممكن يديروها ويربحوا فيها الاجر، كانوا صحابي كانوا قناصه، كانوا سنايبر في الاجر، الهيد أذكياء. شوت يعني كيضربها كيضرب ديك اللي ما تزقلش غنديرها ندخل الجنه، فكيقول لي تفعلوا كذا، كيقول لي بلا ما لقيتش، كيقول لي تصنعوا لاخرى، كيقول لي لا ما عنديش كيفاش، كيقول لي تعينوا فلان، قال ما كانش،
كيقول ليه تقول كلمه طيبه والو داك الصباح فايق ما فياش، تبسمك في وجه اخيك صدقه. ما عنديش القناه ديال تبسم. قال ليه فكف شرك عن الناس فانه لك صدقه. سبحان يعني شوف نوصل معاه، انت راه ما غتعبدش الله بالفعل، انت غتعبد الله بالترك، انك تترك. قال ليه تكف شرك عن الناس فلك به صدقه. وكي قلت لك يعني الا كنت انت من الا كان الانسان من النوع اللي كيستافد الناس من الخرجات الاعلاميه ديالو، مثلا بحال الاخ امين رغيب، الناس كتستافد بزاف من داك لو سيبور تكنيك اللي كيعطيهم، كيسولوهم الا وقع لي مشكل في كذا كيفاش ندير. الا عندك الناس تابعينك بزاف تيستافدوا معاك في واحد المجال معين، ما تدخلش انت في صداعات، حيت الا الناس متابعينك وكيستافدوا معاك بزاف كن على يقين انه غيجيو عباد الله غيبغيو يمشوا فيك. يقدر مثلا يقدر يجي واحد نهار شي واحد يقول لي هو الطريق اللي درتي مع ذاك النهار اللايف راه قال شي حاجه ربما ما هياش عليك انت الى اخره، كانه ما قالش وكانني ما سمعتش. انا انا كنقول شوف انا كنعطيك واحد القضيه، شوف لا قلت فيك هز اخويا التليفون وعيط ليا قول لي واش قلتي ذاك الشيء وغنجاوبك نقول لك واش قلتو ولا ما قلتوش. باش تكون واضح سهله وسهله مهله كطفيها الباطل، او لا غنقول لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، غنقول ما يمكن جاوب اخويا طارق هذاك ما يمكنش يقول فيها الهضره، وسدات الهضره وسالينا. اما غادي نقول العبد ديال الله وبنادم علاش قال الى اخره ونخرج ندير عليها مباشر، طارق يقول هذا مالو وسخن علينا على والو الى اخره، غايشد حتى هو يدير عليها مثلا مباشر والفيلم غيبدا يكبر. وشكون هو اللي غتلقى هذاك الوسخ الاول اللي دخل ما بين الظفر واللحم هو اللي جبد النحل هذا. فكتقول لي اخويا الناس متابعينك تيستافدوا معاك في واحد المجال معين، خلينا من ذاك اللي كيدوز بهم الوقت، كنقول لك الا كيستافدوا معاك الناس في واحد المجال معين ما تصنط لتا شي حاجه اخرى، دخل الا غدير داكشي بشكل مباشر ديرو مباشر، الا تسجيلات كابسولات ديرهم، الا داير واحد الايميل كتجمع فيه الاسئله وكتجي واحد النار وكتجاوب على الاسئله واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه بحال هكا ضافي لي، قضي داك الغرض وسد الباب على كاع الامور اللي ممكن تسمع يقول لك هذا راه قال وهذا دار فك وهذا دار شحال قالوا فينا اخويا. وانت ملي كنتي كدير مثلا الحملات التحسيسيه بداك الماراثون الى اخره شحال قالوا فيك بغى يطلع على ظهر النهضه والله القاتل والله شوف مازال بنادم صحيح دنيا هاني، ولكن باش تاجر في المرضى هادشي راه ماشي معقول. وغيجي عندي انا يقول لك تجار الدين، تجار الدين بحال الصلاة ولا كنبيعوا الحج بالتقصير، ما فهمتش تجار الدين هذه كيفاش داير. تجار الدين كان سميتو كان شحال قالوا شحال راهم جلسوا ندوا على هضرتهم مساليين. شحال هذا العجب هذا، حنا عندنا كي قلتي عندنا بصمه، عندنا دي زومبران تنحطوهم وبغينا نمشيو، ولعل الله عز وجل يكتب لنا اجر. البارح نيت كنتكلم مع الزوجه قلت لها كان توفى ذاك الشيخ عبد الله كامل المصري اللي كان توفى في كان شاد المسجد ديال نيو جيرسي في الامريكان، وتوفى الله عز وجل. لي ريزو سوسيو داروا بوم كل شيء ينعي موته والناس كترحم عليه وكذا، وقلت لها سبحان الله قلت لها هذا باش حل الاحتمال ديال الناس اللي غادي يقدروا، قلت لها يتفكروني لا مت انا دابا. قلت لها شنو هي اللعيبات اللي ممكن انه الواحد يديرهم دابا ويخليهم يجريو عليه من بعد من اللي يموت، يتفكروا شي واحد يدعي معاه الله يرحمه كذا الى اخره. قلت لها على اعتبار انني اون فيغور اللي معروفه مثلا في لي ريزو سوسيو، حيت هذا واقع ماشي زعما طنز ولا فشوش ولا كراد، لا 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 هذا غير ديسكريبسيون، هذا وصف ديال الواقع. انا اعتبر انني اون فيغور معروف معين كونستاتاسيون تمام، هذا يعني كونستاتاسيون يعني وجه معروف في لي ريزو سوسيو. راه الا قالوا لهم مثلا اليوم في الليل مثلا قال لك فوالا راه ياسين العمري مثلا بلغنا خبر وفاه الاستاذ ياسين العمري توفى مات لسبب من الاسباب، راه غادي تكون ضجه لانك انت سين في قول معروفه، دونك عادي ان الناس ان لله وانا راجعون الله يرحمه اللهم اغفر لنا ولا كذا. قلت لها شحال غتبقى غدا هذه الحلاوه كاع؟ يومين ثلاث ايام ايام على اقصى تقدير. قلت لها لي جون فون ريبروندر لو كور ديال حياتهم، قلت لها ولادي ولادي احنا راه قلت لها غادي فون ريبروندر لو كور ديال حياتهم، قلت لها انت غيبقى شويه الالم، الالم غادي يبقى على حسب درجه القرب ديالك من ذاك الشخص، الوالده غادي تاثر، الوالد غادي يتاثر، خوتك الى اخره.
قلت لها ولكن من ورا ديك الربع ايام وخمس ايام وست ايام شحال واحد مازال باقي غادي تفكر على ليميت تقول لي لا دازت قدامي الفيديو ديالك انت ولا شي حاجه نقدر نقول لك الناس كتفاعل مع الفيديو ديال عباد الله اللي باقي حيه لكن قليل هما الناس اللي ماتوا وباقي الناس كيتفاعلوا مع الاثر ديالهم. واش غنكونوا من دوك الناس اخويا طريق؟ واش ما نكونوش منهم؟ الله يختمني لنا بالصالحات ويقيد لينا ناس اللي بقاو يذكرونا ويدعوا معنا بالخير ملي نموتوا. محل الشاهد علاش قلت هذه الكلمه هذه؟ ملي كتبدا تفكر بهذا المنطق هذا اخويا طريق كيبقاش عندك الوقت مثالي انك تخاصم مع شي واحد تراجع معاه. حنا كنقلبوا صاحبي على بلا ما نقاش نقلبوا على الناس اللي يدعوا معنا ملي نموتوا نوضوا نتخاصموا معاهم وحنا حيين ونخلي واحد الاثار ونخلي واحد الاثار في هذا لان الناس ما كتنساش اي حاجه كدوز في الانترنت كتسجل كتبقى في الكلاود في السحابه ديال الانترنت يعني يمكن تخلي واحد الاثار اللي فيه مخاصمه فيه جدال فيه مشاكل.